لمدينة العمارة تاريخ في مقاومة القوات الأجنبية، فعندما زحف الجيش البريطاني نحو العراق قادما من الخليج عام 1914 بحجة تخليصه من السيطرة العثمانية، رفض العراقيون هذا الغزو وقاوموه. ولما وصلت تلك القوات إلى العمارة كان للعشائر المتحالفة مع العثمانيين وقفة مشهورة، وقد استمرت مقاومة تلك العشائر حتى قيام ثورة العشرين. لا تزال في المدينة أشهر مقبرة للجيش الإنجليزي في مدينة العمارة، حيث تضم رفات 5000 جندي من القوات البريطانية وجنسيات أخرى شاركت باحتلال العراق. وتمثل هذه المقبرة إرثاً تاريخياً وشاهداً على بطولات العراقيين وكفاحهم ضد المحتلين. هذه المقبرة تضم رفات البريطانيين والمنضمين تحت أمرتهم ما يقارب 56 دولة، فعددهم 4300 وكسر، بس المجموع 5305 هم والهنود والسيخ ما مجموعهم. المقبرة هذه تابعة لهيئة رابطة المدافن الحربية لدول الكومنولث لندن، تضم هاي الرفات، وهي ملك حسب الاتفاقية الدولية مع الأمم المتحدة مع الحكومة العراقية والحكومة البريطانية. تقع على نهر دجلة، نهر الكحلاء، فتحتها من هنا معبد الصابئة، ومن هنا الطريق العام مال شارع 60، ومن هنا مدينة الألعاب، ومن هنا جسر الكحلاء. بالنسبة لها تأسست سنة 1914 الحرب العالمية الأولى، وبالنسبة لها هذه تمثل تراث تاريخي لأهالي العمارة وللعراقيين بصورة عامة، لأنه هذه رفات البريطانيين هنا مدفونين نتيجة الحروب اللي قامت ما بينهم وبين أجدادنا الأوائل.